عشنا اليوم عشنا واحد حق اليوم كله نحن نحتفل بالصحافة وبالصحافة. كان لقاء أولي في هذه الأشياء مع النقابة الوطنية اللي بالطبع عند المؤتمر التاسع لها، وكان بالطبع هناك مجموعة من المطالب اللي كتضمنها النقابة بما فيهم بالطبع الإشكاليات اللي كيعاني منها الصحفي في المجال الاجتماعي والمادي، وأكدت بأن الوزارة منخرطة في هذا المجال باش تساعد المقاولات الإعلامية باش تطور المجال الاجتماعي والاقتصادي للصحفيات والصحفيين. واليوم بالليل نحتفل بالصحفي وبالصحافة عبر هذه الجائزة للصحافة اللي بالطبع عندها أهمية خاصة بالنسبة للصحفيات والصحفيين، هو تجويج لمسار أو لأعمال اللي كيقوموا بها الصحفيين طول السنة. وبالطبع هناك إرادة من الوزارة بالتطوير ديال هذه الأعمال سنة ورا سنة، ونأكد لكم كيفما تكلمت عليه سابقا بأن غيكون مرسوم جديد اللي غيقوي الحضور ديال هذه الجائزة، باش مرة أخرى يكون واحد الاعتراف، لأن سياسة الاعتراف مهمة بالأعمال اللي كيقوموا بها الصحفيات والصحفيين. وشكرا لكم. كيفما لاحظتوا الآن اختتمنا الأعمال ديال الجائزة الكبرى للصحافة 21، وحنا في اللجنة كانت واحد المكونات ديال اللجنة كانت حقيقة جد مهنية، لأنه كانوا أعضاء وعضوات اللي عندهم أقدمية واللي عندهم علم لا من الإذاعة ولا من التلفزة ولا من الصحافة المكتوبة ولا كذلك من الصحافة الإلكترونية، وكان بعض المرات صراع محتدم حول الاختيارات، وكانت الأعمال اللي تقدمت كلها حقا تستاهل أنها تربح الجائزة، لأن أولا هناك تطور في العمل الصحفي، لأنه بعض المواقع استعملت مثلا الدرون، وكانت كذلك واحد العدد ديال الصحفيين اللي باين بأنه داروا مجهود شخصي باش يوصلوا، وكانت كذلك مواضيع جد هامة، ولو أن موضوع الزلزال وموضوع الإنجاز ديال الفريق الوطني المغربي في قطر هو اللي طغى على المواضيع، ولكن كانت مواضيع أخرى. ولاحظتوا كانوا تقريبا أربعة أعمال اللي كانت مناصفة، لأن اللجنة ما قدرتش تحكم تقول هذا هو الأول وهذا هو الثاني. لاحظتوا كذلك أننا قدمنا اقتراحات للجنة اللي غتعيد الصياغة ديال الجائزة الكبرى، وحنا الآن فرحانين بالإخوان والأخوات اللي ربحوا. شكرا. اليوم ما يمكن إلا نكونوا سعداء لهذا التتويج هذا بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة من العمل ديال الحالمون اللي هو شريط وثائقي في 4 أجزاء من إنجاز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، من إنتاج الشركة الوطنية، وتكلف بإنجازه 4 الإخوان بما فيهم عبد الربي، كاين السي أحمد مدفاعي، السي سفيان الرشيدي، والسي عبد الإله حيدر، طبعا بإشراف ودعم من السيد رئيس المدير العام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وإشراف مباشر من السيد المدير المركزي للقناة الرياضية حسن متفصيل. هذا العمل الذي يعيدنا إلى إنجاز تاريخي للمنتخب الوطني المغربي قبل سنة بمونديال قطر، والحالمون يعني جاء من الحلم يعني الذي عشناه قبل سنة في قطر، والوصول للمنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.